خلينا بقى نروح للفريق الاول وخبر عن المباراه الوديه بالامس وفوز الاهلي على فريق نادي الغابه. ده كان سبع اهداف دون مقابل. المباراه الوديه اقيمت على ملعب التتش زي ما حضراتكم عارفين، ده كان استعدادا لمواجهتنا بقى فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. الاهلي سجل 6 اهداف خلال الشوط الاول، كانت حاجه يعني محترمه جدا، وكانت ضربه البدايه اكيد في التهديف من خلال حسام حسن، بعد كده احمد عبد القادر، محمد محمود، محمد هاني، كريم فؤاد، وزياد طارق، وسجل رامي ربيع الهدف السابع، ده اللي كان في الشوط الثاني من ضربه جزاء احتسبت بعد عرقله صالح نصر. وبيستعد الاهلي اكيد للمرحله المقبله اللي بتشهد خوض الفريق مباراه الذهاب في دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا في شهر اكتوبر المقبل. كل التوفيق ان شاء الله للفريق.